إن مواقع وتلال سهل جبل المختلفة ضمت سويات أثرية مهمة تعود للنهضة المعمارية الثانية التي عرفتها مناطق سوريا المختلفة، وذلك في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. وقد تميزت هذه النهضة بقيام تنظيمات معمارية كان هدفها اقتصادياً وزراعياً، وكانت تربط مناطق الشرق الأدنى القديم المختلفة من الساحل السوري واللبناني والفلسطيني، وحتى الهضبة الإيرانية مروراً ببادية الشام وبلاد الرافدين. وقد تميزت مواقع هذه النهضة في سهل جبلة بتنظيمات عامة على كامل السهل في النصف الثاني من الألف قبل الميلاد، وأهم هذه المواقع هو تل سيانو الذي كشفت البعثة الوطنية خلال الموسمين 16 و17 عن أقسام مبنى إداري مهم ضم طبعات أختام تدل على وجود سلطة كانت تسير أمور هذا المبنى ولها علاقة مع مواقع أخرى. كما كشفت أعمال التنقيب عن سويات تعود لنفس الفترة الزمنية، وذلك في تلال التويني، سوكاس ودروك. ومع بداية الألف الثاني قبل الميلاد استوطنت المنطقة مجموعات أمورية تقوم بإعادة تنظيم السهل بشكل عام، ونجد سويات هذه الفترة منتشرة بشكل كثيف في مواقع تل التويني وتل سوكاس وتل سيانو وأيضا قلعة الروس. أما الشواهد المعمارية والأكثر وضوحاً عن هذه الفترة الزمنية نجدها في تل التويني وتل إيريس، حيث أوضحت التنقيبات الوطنية وجود مجموعات من المساكن المتراصة عند الأطراف الشرقية والشمالية من التل، والتي أعطت أعمال الكشف عن أرضياتها مجموعة من اللقى والكسر الفخارية والتي تعود إلى تقاليد تصنيع ميثنية اليونان قبرصية ومحلية. خلال الألف الأول كانت المنطقة برمتها تحت السيطرة الآرامية التابعة لمملكة حماة، وبعد ذلك قامت مجموعة من المدن الفينيقية والتي لعبت دوراً تجارياً واقتصادياً من الدرجة الأولى، وتمت إعادة تنظيم العديد من المواقع وفق تخطيط معماري وعمراني مهم جداً. وتكشف بشكل واضح في موقع تل التويني حيث ظهر وجود شبكة من الطرقات التي كان يتمحور عليها السكن، منها الطريق المحوري الكبير وطريق محوري آخر يقطع الموقع من الشرق إلى الغرب. وقد ارتبطت مع هذه السويات الفينيقية مجموعة من المباني الدينية التي تتميز بمساحة متكاملة، وذلك في مواقع التويني، سيانو وسوكاس. المساكن الموجودة بهذا الحقل التي تميزت بوجود باحة مركزية وتحيط بالباحة بعدد من الغرف ضمن هذه الباحة كان يتم فيها بعض النشاطات الحرفية مثل وجود المعاصر ووجود التنانير، مثل ما عم نشوف نحن عندنا هون في بعض المعصرة ولكن مطمومة. هذه المعاصر اللي بتعود لعصر الحديد مثل ما عم نشوف عنا هون،
أحدال ميزاب مضول بتعود لعصر الحديد الثالث. أما خلال العصور الكلاسيكية انحسر الاستيطان على التلال الرئيسية في السهل لتتوضع بشكل رئيسي في مدينة جبلة التي عرفت فترة ازدهار خلال العصور الهلنستية والرومانية البيزنطية والعربية الإسلامية، ونجد في بعض المواقع عدداً من الأبنية المحدودة التي تعود لهذه الفترات الزمنية، نذكر منها ما كشف في تلسيانو ويعود لمجمع ديني من العصر الهلنستي وبقايا التجمع الزراعي والصناعي معصرة عنب في التلتويني والذي يعود إلى العصر البيزنطي. يقع تل التويني شرق مدينة جبلة على بعد 35 كيلومترا من أوغاريت العاصمة الكنعانية الشهيرة رأس شمرة. يقوم الموقع وسط سهل خصب على بعد حوالي 3000 متر من شاطئ البحر، وكان على علاقة مباشرة مع مدينة جبلة. بدأت بعثة أثرية سورية بلجيكية مشتركة منذ عام 1999 بالأعمال الأثرية التنقيبية لمعرفة تاريخ التطور الحضاري لهذا الموقع. يحيط بالموقع العديد من المجاري المائية التي تصب في البحر المتوسط، منها نهر الرميلة، نهر الفوار، ويأخذ التل مسقطاً إجاسياً رأسه يقع في الجهة الغربية وتبلغ أبعاده حوالي 400 متر، في حين تبلغ مساحته 11 هكتار، وهو يرتفع عن السهل المحيط به من 15 حتى 20 متراً. التل التويني هو أحد أكبر التلال الأثرية الواقع ضمن السهل الجبلي، يبعد حوالي 2 كيلومتر شمال شرق مدينة جبلة وحوالي 35 كيلومتر عن جنوب مدينة مملكة أوغاريت رأس شمرة، موقع رأس شمرة. تل معروف بموقعه ضمن سهل الخصب، بتحيط به العديد من المجاري المائية مثل نهر الرميلة بالجهة الشمالية وفي الجهة الجنوبية نهر الفوار. التل بياخذ شكل إجاسي، الشكل رأسه باتجاه الغرب، تبعد أبعاده حوالي 400 متر ضمن المحور الشرقي الغربي وحوالي 290 متر ضمن المحور الشمالي الجنوبي بمساحة تقدر حوالي 11.5 هكتار. بيرتفع التل بيرتفع حوالي بين 15 لل 20 متر عن السهل المحيط به. تل تويني لفت أنظار كثير من الباحثين منذ بداية القرن العشرين، من أمثال أميل فورير الباحث السويسري الذي عمل أسبار بموقع تل الروس بسنة 1934، وقدر أنه تل تويني هو مدينة جبلية اللي بتعود لعصر البرونز الحديث المذكورة ضمن وثائق مملكة أوغاريت. أهمية التل تكمن ضمن موقعه ضمن سهل جبلي وضمن منطقة قريبة من الواجهة البحرية للمدينة التي تبعد حوالي 500 متر عن شاطئ البحر. الاهتمام بالموقع بدأ منذ عام 1999 أثناء بدأت أعمال البعثة الأثرية السورية البلجيكية منذ عام 1999. تم إجراء فيه العديد من الأسبار ضمن حقلين، ضمن الحقل A والحقل B. هلا نحن رايحين باتجاه الحقل A لنشوف الأعمال الأثرية اللي تمت بهذا الحقل وعن بعض المكتشفات التي ظهرت أثناء الحفر. كانت تهدف الأعمال المنفذة في الحقول المختلفة إلى الكشف عن السويات المختلفة التي تعود إلى الفترات الممتدة من الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر البيزنطي، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة. وقد تم الكشف عن العديد من السويات المتلاحقة
والتي أعطتنا العديد من المعلومات عن طبيعة التطور الحضاري والتقني والاقتصادي خلال العديد من الحقب والعصور. نحن هلا وصلنا عند الحقل الآن الواقع في منتصف التل تقريبا. تم العمل في هذا الحقل منذ عام 1999 من قبل الجانب البلجيكي، وتم إجراء سبر أثري من أجل معرفة طبيعة الاستيطان في هذا الموقع. تبين طبيعة الاستيطان بهذا الحقل منذ عام 2500 قبل الميلاد أو منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، وتبين أنه عبارة عن العمارة التي ظهرت كانت عمارة بسيطة بين طبيعة الاستيطان، عبارة عن أساسات حجرية بسيطة وبعض الجدران غالبا كانت مبنية من اللبن. هذا التنظيم المعماري أو النهضة المعمارية التي ظهرت ضمن سهل جبلي ضمن مواقع تل توينة، تل سوكاس أو تل سيانو أو تل إريس، هذا رافق مع قيام النهضة المعمارية الكبيرة التي ظهرت منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، التي بدأت من شرق المتوسط حتى الهضبة الإيرانية في الجهة الشرقية. أدت أعمال التنقيب في العديد من الأسبار إلى الكشف عن سويات سكنية تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وكانت الأسبار العميقة قد مكنت من الكشف عن العديد من السويات المتلاحقة والتي تعود إلى عصر البرونز القديم الثالث والرابع، ولم تنتهي هذه الأعمال حتى الموسم الأخير، وبالتالي لم يتم الكشف عن بدايات الاستيطان في هذا الموقع، ويعتقد أنها تعود للعصور الحجرية الحديثة أي الألف السادس قبل الميلاد، وذلك استناداً إلى بعض اللغة التي وجدت في المنطقة المحيطة بالتل والواقعة في سهل جبلة. كما تم الكشف عن مدفنين ضخمين على علاقة مباشرة مع بقايا سكنية في عصور البرونز الوسيط أي النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد، وكانت التقاليد الجنائزية في هذه الفترة تقوم على دفن الموتى تحت المساكن. ضمن هذا الحقل تم الكشف عن سوية أثرية هامة بتعود لعصر البرونز الوسيط اللي بتمتد من حوالي 2000 قبل الميلاد حتى 1600 قبل الميلاد. تم الكشف في هذا ضمن هذه السوية على بعض المنشآت المعمارية عبارة عن بعض المساكن البسيطة المؤلفة مجموعة من الغرف مع ساحة بسيطة. الشيء بيتميز بالعصر انه يتم الدفن ضمن هذا الموقع وضمن هذا العصر ضمن أرضيات السكان، وهذا يشابه على غرار الدفن ضمن موقع أوغاريت. تم الكشف ضمن هذا الحقل عن مدفن جماعي ضمن احدى هذه الغرف، وكان المدفن مبني من الحجر الغشيم او الحجر الغير المنحوت، يتالف من غرفه جنائزيه كبيره مع مدخل ممر بسيط. وقد تم التاكد من هذا التقليد من خلال الكشف الاستثنائي لاحدى هذه المدافن الجماعيه والمؤرخه في عصر البرونز الوسيط الثاني أي حوالي 1700 قبل الميلاد. وجدت داخل هذا المدفن بقايا 58 هيكلا عظميا إنسانيا بأعمار مختلفة. أما الأثاث الجنائزي فقد تألف من أكثر من 160 إناء فخاريا حفظت بشكل كامل، بالإضافة إلى العديد من الدبابيس البرونزية ودمية للرب عشدار مصنوعة من الفريت. كما تم اكتشاف عقد قلادة وختم اسطواني. تتألف القلادة من عدة حبات من الخرز الفينيقي ونوع من الحجر، يتوسطها ختم من حجر الكوارتز. كما تم العثور على ختم اسطواني يحوي صوراً متعددة، منها شخص على شكل حيوان يصارع حصاناً مجنحاً يمثل مشهداً ميثولوجياً كان متعارفاً عليه كرمز للقوة ويعود لعصر الحديد الثاني أي القرن الثامن قبل الميلاد.
الشيء اللي بتميز بهذا الموقع ايضا هو الكشف عن سوية اللي بتعود ل سوية عصر البرونز الحديث، هي الفترة المعاصرة لفترة أوغاريت. وأوغاريت بهذه الفترة تم ذكر العديد من المدن والقرى التابعة لمملكة أوغاريت الواقعة في الجهة الجنوبية من المملكة. ونحن نعتبر أنه تن لتوين هو أحد المدن الهامة بالنسبة الواقعة على الحدود الجنوبية لمملكة أوغاريت. وحتى الآن لم نستطع تحديد اسم المدينة التي قائمة في هذا التل اللي بتعود لعصر البرونز الحديث، ولكن من المعروف أن يوجد مدينتين هامتين بالنسبة واقعتين على الجهة الجنوبية لمملكة أوغاريت، هي مدينة أتالي ومدينة جبالة أو مدينة جابالة بالتسمية الأكادية. وأيضا عثر على وزنة بشكل أسد، وهي مصنوعة من البرونز وتعود لعصر البرونز الحديث. وأيضا تم العثور على نقد من الفضة على سطح الموقع بالحقل آ، حيث وجدت على الوجه الأول للنقد صورة أسد محاط بكتابة عبارة على كلمة أوتريخت، والوجه الثاني عليه صورة فارس في الجزء العلوي منه، وفي السفلي أسد بحجم أصغر، والمشهد محاط بكتابة. ويؤرخ هذا النقد لعام 1662 ميلادية، ومصدر هذه القطعة من منطقة هولندا بلجيكا، والتي كانت في ذلك الوقت مقاطعة واحدة. تم الكشف على مجموعة كبيرة من اللقى الأثرية اللي بتعود لعصر البرونز الحديث، منها الأخدام الأسطوانية، المستوردات الفخارية اللي بتعود من قبرص وبتعود للفترة من موقع ميسينيا. هذا لي على وجود علاقات كبيرة مع دول حوض المتوسط، مع مدينة تل تويني في عصر البرونز الحديث، بالإضافة إلى بعض الصحون، مجموعة من الدبابيس البرونزية ودمية من الإفريت تعود لربع عشدار. وخلال عصر البرونز الحديث، أي النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد، لعبت مدينة جبلة دورا هاما وأساسيا في هذه المنطقة، وأعطتنا الرقم المسمارية المكتشفة في مدينة أوغاريت العديد من الوثائق التاريخية والاقتصادية المهمة، اعتبارا من عام 1350 قبل الميلاد وحتى سقوطها حوالي 1200 قبل الميلاد من جراء هجمات شعوب البحر.